بس رم لا خليني اقول لك خليني لك شغله. الشعر بصوتك جريمه، يعني انت كميه الاخطاء اللي بتقتر أوكي. فيها اصلا بتعمليها؟ لا لكن انا بقول لك عندي بالنحو، انا بقول لك ما مني شاطره ابدا. اعطيني شعر لشوف بيتين. هلا قلناها الجديد يا عيني محلاها وكل العالم تهواها، الجديد يا عيني محلاها وكل العالم تهواها، خلي عينك عليها وما تقلب غير عليها، برنامج أنا هيك مع نشان بيقلب لك المخ والبيان، البرنامج أنا هيك مع نشان. وين الزقفة لنشان؟ بيقلب لك المخ والبيان، بخليك تعرف الحقايق وبتنطره بعدد الدقايق، نشان يا عيني عليك كل العالم كلها حواليك، كل العالم تحلف بحياتك وبتغني لمواويلك، اوعى تقلب عن الجديد لانه ناطرك كل شي جديد. يخرب بيتك على هالشعر، عجبك؟ يخرب بيتك على هالشعر. عندك مشكلة انت، عندك عداوة مع سيبويه. سيبويه؟ تكرهي لسيبويه؟ مين سيبويه؟ مين؟ انا قالوا لي انه بتكرهي سيبويه. مين سيبويه؟ اكيد ولا لا؟ والله قصدي مين؟ ما بقول لك مين سيبويه لحتى اعرف بدي رد جاوب. عندك مشكلة مع اللغة العربية يعني؟ سيبويه لغة والله هيدي حلو بحطها بقاموس. حطي سيبويه. عندك عداوة مع كل علماء هي انه انا بس يا رملة يا تسلمي لي، هيدا الشيء خاص فيني. كيف شكل خاص فيك؟ حرف الجر واسر مع حرف الجر بتجي بتفتح. شو بدي اعمل؟ تعلمتها كثير ما عم تزبط معي. شو هي؟ مش عم تزبط معي انه زبطها. بس انا ماني ضاربه حدا عيده يسمعني، بس لدرجه انه تجرح فيني ما بحق لك. صح، طول ما مش عم بأذيك. صح. ولا تتعرضي لتنمر؟ يعني بيتنمروا عليك؟ شو اكثر شيء بيقولوا؟ التنمر على فكره ورا السوشيال ميديا، بس قدامي ما حدا بيسترجي يتنمر. شو بيعملوا؟ قدامي بيضربوا لي التحيه وبيتصوروا معي بيقولوا نحن معك رملاء. صار مين بيقول لك نحن معك رملاء؟ وين ما بكون، والفئه بالمجتمع، وين ما بكون برا. طب باي قضيه رح يكونوا معك؟ باي قضيه؟ يعني انت عندك النطق غير سليم، قواعد اللغه العربيه غير سليمه، بتقولي شعر، بأي قضية؟ شو القضية اللي لازم يتعرض؟ قضية المرأة والعنف والتمرد والتنمر والظلم. لوين وصلتي بدراستك؟ البريفي. نجحتي البريفي؟ نو ما صار. درست ما درست يعني الكاتريام. عملتي بريفي ولا لا؟ لا لا. كنتي شاطرة؟ على هيك قواعد؟ على تنوين نصب وتنوين ضم وبتجري كل بدي خبرك شغلي، أنا من الناس اللي شفتك على إنستغرام، يعني تابعت وشفت فيديوهاتك، بتستفزيني بشكل مب يعني. أوكي، في شيء اسمه بلوك. أنا بدي أعمل في شيء اسمه بتطلع من الصفحة. إيه في شيء اسمه تتعلم اللغة العربية. بتقولي لي على حب، بتقولي لي على حبك وفي ضميرك. هيدا لغة خاصة فيني اسمها لغة رملاء. اجيبوا لك بيت ماي ما في شيء لانه عصب. ما في شيء اسمه لغه خاصه فيكي رملاء. نتحسن ليش لا؟ ناخذ بالنصيحه بنتحسن. مين بيصورك هالفيديوهات؟ بتتصوري يعني بتقولي انه الخنساء عم تحكي؟ ايه انت على بالك تكوني الخنساء او على بالك تكوني خنساء؟ ايه شو بتعني؟ شو بتعني الخنساء؟ ايه على بالك تكوني شاعره من الشاعرات؟ يعني عبالي انه تكوني امراه ملمه بالشعر، يعني تظهري بهالصوره انه انا افقه الشعر وبنظم شعر. لا لا بس اني المامه انه اكون شاعره او انه لا مش لا. انا عندي اياه هيك هوايه بحبه مش اكثر. بس انت بمواقف بقول شعر، صرت قضيه بقولها بشعر. حكمتين احفظهما في هذه الدنيا، لا تتخذ قرارا وانت في قمة غضبك،
ولا تعطي وعدا وأنت في قمة سعادتك، فإن نصحتني بينك وبين نفسك فقد نصحتني، وإن نصحتني أمام الناس فقد فضحتني. لا تبكي على وسادتك، فلم يتغير الأمر شيئا. قم وكن مع الله ولا تبالي، فالأمل دوما مغروسا، فلا تحقد ولا تيأس. كن مع الله ولا تبالي، فالأمل دوما مغروسا. رملاء نكد.